وجولة سياحية جديدة مع بداية الموسم السياحي في اسطنبول تركيا. ودلوقتي احنا هنزور اهم المعالم السياحية اللي موجودة في منطقة السلطان احمد. هنزور مسجد السلطان احمد او المسجد الازرق بالاضافة لمنطقة او مسجد ايا صوفيا بالاضافة لقصر توبكابي ومتنزه جولهانا. منطقة جميلة جدا، درجة الحرارة ممتعة جدا يا جماعة، درجة الحرارة دلوقتي 20 والجو منعش. خلينا نبدأ جولتنا، برنامج سياحي ليوم كامل داخل منطقة السلطان أحمد. هنزور في أشهر 10 أماكن سياحية في منطقة فاتح بأسعار الدخول ومواعيد العمل، بالإضافة لأشهر المطاعم في حي السلطان أحمد. وبدايتنا من المعلم الأشهر في إسطنبول وهو الجامع الأزرق، واللي اتبنى في القرن 16 واللي لقينا بداخله الكثير من الحكايات. من ضمن الحاجات الجميلة اللي في مسجد السلطان أحمد إن هم مخصصين مكان للهداية ومكان للإرشاد الديني خاص بالمسلمين أو خاص بأي أشخاص حابين إن هم ياخدوا معلومات عن الإسلام. بيتكلموا مجموعة من اللغات المختلفة، أكتر من 9 لغات، وبيقدروا إن هم يرشدوا السياح اللي إذا كان مسلمين أو غير مسلمين عن أهمية الدين الإسلامي. دي حاجة أنا شايفها جميلة جدا موجودة داخل مسجد السلطان أحمد. وقابلت مسؤول الدعوة الإسلامية، خلينا نشوف قال إيه. موجود هنا أكثر من لغات، يعني منها إنجليزية، فرنسية، إسبانية، إيطالية وألمانية وغيرها، في مجال كمان يعني تنزيل غير اللغات بالبي دي اف. ما شاء الله. ويوجد أشخاص كثيرون يدخلون الإسلام من خلال هذه. نعم، الحملة بفضل الله تقريبا يوميا يدخل الناس، يعني من الشباب أو يعني شابات يوميا واحد أو أكثر دخلوا الإسلام. دخلوا الإسلام قاموا بالشهادة. يعني. نعم، وشاب وشابة. ما شاء الله. وأنت تعطوها مجاني لكل السياح. نعم. الغير مسلمين. لوجه الله، ولمن يأتي على طول عندنا يسأل عن صلاة، يسأل عن الإسلام، أسئلة يعني عن الإسلام على طول. في الشباب يعني يريدون المعلومات عن الإسلام بالضبط. ما شاء الله ما شاء الله. وهنا شباب وشابات يعني يجيدون اللغة، يعني من العربية، إنجليزية، من الفرنسية. أنتم تستطيعون التحدث مع كامل الجنسيات؟ نعم يعني، نعم نعم، يعني نستخدم الإنجليزية عامة، ولكن في من الشباب يجيدون اللغة الإسبانية والألمانية وطبعا تركية عربية وغيرها، خاصة الناس يتكلمون الإنجليزية. في من لا يعرف إنجليزية نتكلم ألمانية أو إسبانية أو فرنسية. وأنت حضرتك قمت بدراسة اللغة العربية بمصر؟ نعم، أنا دراستي اللغة العربية، درست يعني في مصر لما كنت أدرس اللغة العربية هنا، فقابلت صديق من مصر وذهبت إلى القاهرة لأدرس اللغة العربية هناك. يعني هذا طبعا من سنين، يعني من سنين. حملة بفضل الله كملنا الدراسة، والآن الحمد لله يعني نحاول أن نكون وسيلة لهداية الناس هنا. يعطيك العافية أستاذي. الله يوفقك. الله يرضى. أخوك محمود معك. الله معك. يعطيك العافية. حياك الله. أشكر ربنا يعطيك في ميزان حسناتكم إن شاء الله. مع السلامة. أي شخص إن شاء الله يا جماعة حابب إن هو يعرف معلومات عن الهداية الإسلامية من خلال الكود ده. ما شاء الله يا جماعة، ناس جمال جدا بصراحة، يعني المعاملة طيبة جدا، والناس يعني ربنا يديهم على الخير اللي هم بيعملوه. أنا استأذنت وأخدت منه نسختين من القرآن الكريم، واحدة بالإنجليزية واحدة بالصينية لأصدقائي اللي موجودين في الإمارات، يعني لعل وعسى أكون سبب إن هم يدخلوا الإسلام. والجامع الأزرق هو أهم المعالم التاريخية في إسطنبول، واللي بناها السلطان أحمد أول ما استلم الحكم في أوائل القرن 16. والمسجد أخذ تقريبا 15 سنة لاستكمال بنائه، لأن كل حاجة فيه اتعملت بدقة متناهية. يعني عندك مثلا الخزف اللي تم زخرفة المسجد بيه جاء من منطقة مخصصة بالخزف الأبيض والأزرق، وجمعوا أكتر من 20,000 قطعة لزخرفة المسجد من أكتر من 50 نوع من الخزف، وعشان كده سموه المسجد الأزرق. المآذن بتاعت الجامع 6 مآذن عليها أكتر من 16 شرفة، وده هو رقم تسلسل تولي العرش للسلطان أحمد داخل الدولة العثمانية. وتم تصميم ممر داخلي أسفل المسجد الأزرق يصل إلى قصر السلطان أحمد، وده المكان اللي موجود فيه الحاشية بتاعته.
كما ان مسجد السلطان احمد يتسع لاكثر من 10,000 مصلي، وهو من المساجد القليله اللي فيها 6 مآذن في تركيا. ومسجد السلطان احمد هو مفتوح للعباده على طول مواعيد الصلاه، من صلاه الفجر لصلاه العشاء، ولكن افضل وقت تزور فيه الجامع الازرق هو من الساعة 2:30 قبل العصر. هتلاقي فيه سياح كتير جدا من كل انحاء العالم، وكل معالم المسجد مفتوحة للجميع، ودي الفترة اللي بيكون فيها تواشيح الصلاة. تقدر ان انت تصلي العصر بالداخل وتستمتع بالتواشيح والابتهالات والادعية في مسجد السلطان احمد. ولمسجد السلطان احمد قصة مقترنة بالمسجد الحرام، لان بناء مسجد السلطان احمد مقترن بالمسجد الحرام في السعودية، لان عدد المآذن هو 6 في المسجد الحرام وفي مسجد السلطان احمد. وده خلى السلطان احمد يأمر ببناء مأذنة اضافية على نفقته الخاصة في المسجد الحرام، وعشان كده هنلاقي فيه مجسم للمسجد الحرام داخل الجامع الازرق، وقد اهداها ملك السعودية لرئيس دولة تركيا. وجولة السلطان احمد هي من اهم الجولات اللي لازم تعملها اول ما تنزل اسطنبول، لانها تعطيك طاقة كبيرة جدا لاستكمال باقي رحلتك السياحية بمنتهى الجمال. واحنا بدأنا من الجامع الازرق وهنخلص وهي هنروح على منطقة المسلات المصرية للملك تحتمس الثالث، وهنخلص وهنطلع على ضريح السلطان احمد، وبعدها النافورة الالمانية، وبعدها مسجد وكنيسة ايا صوفيا الرائعة، وبعدها هنطلع على حمامات ونافورة احمد الثالث، وبعدها قصر التوبيكابي اللي اتصور فيه مسلسل حريم السلطان، وبعدها هنعمل احلى جولة تنزه في جولهانا بارك واحلى مطاعم داخل المتنزه، وبعدها هنروح على بقايا دار ايتام القس بولس واللي اتبنى في العصر الروماني، وبننهي يومنا مع احلى غروب شمس في حديقة سراي برونو على شاطئ البسفور. ولكن في البداية هو لازم التمتع بروحانيات الصلاة داخل المسجد السلطان احمد. جمال المنبر ده حاجة جميلة جدا، منبر بتاع الامام شكله جميل قوي. المسجد جميل جدا يا جماعة، ولا جمال المحراب حاجة جميلة جدا. وطبعا بيبقى مسموح للمسلمين بس هو الدخول لمنطقة المحراب والمقام. طبعا السياح ما بيدخلوش للمنطقة دي، هو بس بيكون ده المصلى للرجال زي ما احنا شايفين كده. السياح بيبقوا بعد الحاجز ده اذا كان سيدات او رجال. المنطقة دي فقط بتبقى مخصصة للمسلمين الرجال فقط للصلاة. وانا داخل عشان اصلي في مسجد السلطان احمد شفت طبعا فلوس يا ولاد الرفعه، دي فلوس 2 مش واحده يعني، فمش عارف انا ايه الحكايه. كل طبعا كل واحد عايز يتمنظر شويه فياخد حتتين من النيش عندنا. بعد اذنكم يعني رجعوا الاثار بتاعتنا عشان محتاجين نحطهم في النيش بتاعنا، او على الاقل تدونا يعني الاجره بتاعتهم، يعني ما ينفعش كده. والمسلتين هم من اهم المسلات المصريه واللي مدون عليها انتصار الملك تحتمس الثالث، واللي كان مؤدب هضبه الحبشه كلها ويمتلك ضفاف النيل شرقا وغربا، ومدون على المسله احد انتصاراته في منطقه الشام عند نهر الفرات. والمسلات مصنوعه من الجرانيت الاحمر النقي من اسوان، وارتفاعها هو 30 متر. والمكان الاصلي للمسلات كان عند معبد الكرنك، ولكن المسلات دي تم سرقتها من مصر أثناء الغزو الروماني، وأمر الإمبراطور ساعتها بنقل المسلات دي للإسكندرية، وبعدها أمر الإمبراطور بنقل المسلات دي علشان تتحط في ميدان سباق الخيل في القسطنطينية، ومن ساعتها وهم موجودين في هذا المكان. وبجوار المسجد الأزرق هنلاقي ضريح السلطان أحمد اللي مدفون فيه مع زوجاته وبعض أفراد عائلته، وتقدر تزور الضريح يوميا من الصبح لغاية الساعة 5 بعد العصر. وبعدها بنزور النافورة الألمانية واللي تم بنائها في القرن 18 أيام الإمبراطورية الألمانية، وتم تصنيعها في ألمانيا، وأهداها الإمبراطور فيلهلم إلى الدولة العثمانية أثناء زيارته ليها، والنافورة فيها 8 مشربيات. ودلوقتي بعد ما خلصنا صلاة في مسجد السلطان أحمد هنروح علشان برضو نصلي في مسجد آيا صوفيا.
حجة صوفيا، وان شاء الله سأقول لكم هناك بإذن الله. وبخصوص النيش اللي في الخلف دوت هناخده ان شاء الله، يعني كده كده هناخده عافية يعني. وبخصوص دخول مسجد آيا صوفيا يا جماعة، احنا عارفين ان هو كان كنيسة كاتدرائية من قبل، فهم عاملين جزئين، في جزء خاص بالصلاة وفي جزء خاص بالزيارة. اي الاشخاص اللي بيدخلوا للصلاة، طبعا الصلاة مجانية بتكون من المكان ده، بس اللي بيمنعوا اي شخص ان هو مش محجب، زي ما احنا واقفين كده على الباب في شرطة بتمنع اي حد مش محجب ان هو يدخل، ولكن الناس اللي هم عايزين يزوروا، لان في كنيسة بالداخل بالاضافة ان في متحف بالداخل، بيقدر انه يدخل من المدخل ده، تمام، بس بيكون ليه تشارج، يعني بيكون فيه تيكت انت بتدفعها، التيكت حقها 35 يورو. بخصوص الدخول لمسجد آيا صوفيا يا جماعة، هو بس بيكون الدخول للمسلمين اوقات الصلاة فقط، فانت لو حابب ان انت تيجي تصلي في مسجد آيا صوفيا، عليك ان انت تيجي اوقات الصلاة، اذا كان ظهر او مغرب او عصر او عشاء، فلازم ان انت تيجي وقت الصلاة، غير وقت الصلاة ما بيدخلوش غير الاتراك فقط. وداخل آيا صوفيا انت هتستمتع حرفيا بكل دقيقة هتقضيها داخلها. كم من الطاقة الايجابية اثناء الصلاة داخل جدران آيا صوفيا اللي اتبنت تقريبا من 1500 سنة ماضية، وانت بتشوف بعينك مكان شاهد على العصور والاجيال. آيا صوفيا تم بنائها في القرن الثالث بعد الميلاد، واستمر اكتر من 170 عام في عملية البناء، عشان كده هتلاقي مزيج رهيب من الجمال وروعة النقوش داخل آيا صوفيا. لسه بتحتفظ لحد وقتنا هذا بجمال النقوش من وقت بنائها. في السقف هنلاقي الرموز المسيحية القديمة، وتم تغطيتها بالقماش بعد تحويل المكان إلى مسجد. آيا صوفيا اللي أمر ببنائها هو قسطنطين الثاني إمبراطور روما في حكم الدولة البيزنطية، وكان عاملها إنها تكون كاتدرائية والكنيسة المركزية للإمبراطورية، ولكن بعد تحرير إسطنبول على يد محمد الفاتح تم تحويل الكنيسة إلى مسجد، ومن بعدها إلى متحف، حتى تم تحويلها إلى مسجد مرة أخرى. وداخل آيا صوفيا مزيج من الرحمة والروحانيات والطاقة الإيجابية، حتى الكائنات الأليفة بتستأنس داخل جدران آيا صوفيا، وكل الزوار بتتعامل برحمة وطيبة قلب مع القطط. وأفضل وقت لزيارة آيا صوفيا هو بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب، وتقريبا بيكون الساعة 5، علشان تقدر تشوف جمال الإضاءة داخل آيا صوفيا، وبرضه تشوف جمال النقوش اللي موجودة في السقف لأنها بتختفي بعد غياب الشمس. بجوار مسجد آيا صوفيا على طول في قصر توبكابي، مكتوب على الباب تبعه السلطان ظل الله في الأرض، والناحية التانية مكتوب يا وليد كل مظلوم. قصر توبكابي هو كان مكان مهم جدا لاتخاذ القرار، وكان يعتبر زي القصر الحاكم في اسطنبول، كان الحاكم بيبقى موجود فيه هو والوزراء تبعه، وكان رئيس الدولة ساعتها كان بياخد القرارات المهمة تبعه من خلال القصر هنا. دخول القصر يا جماعة بيكون من خلال التذاكر، وشباك قطع التذاكر بيكون أمام الباب مباشرة، ده شباك قطع التذاكر الخاص به قصر توبكابي، بالإضافة إن في متحف بالداخل، متحف اللي بداخله بيكون آثار للرسول وبعض المقتنيات الخاصة بالرسول والصحابة. شباك قطع التذاكر الخاص بالقصر بالإضافة للمتحف. سعر الدخول 25 يورو. خلينا بالنا يا جماعة من الكلاب اللي موجودة هنا، هي ما بتعضش بس بتخوف الناس يعني، وفي نفس الوقت لو جريت من قدامها هتقعد تجري وراك وتحوها وحاجات زي كده، فخليك ثابت جدا يعني معاها. هما الكلاب ديت متطعمة، بس هما يعني ما بيشيلوهاش من المكان، يعني رفقا بالحيوان وكده ما بيشيلوهاش من المكان اللي هو قوات البوليس وكده. في قوات بوليس طبعا موجودة في كل مكان هنا، والمكان متأمن جدا يعني.
وأثناء زيارتنا لقصر التوبيكابي بنعدي على نافورة ومشربية السلطان أحمد الثالث واللي أمر ببنائها في القرن السبعتاشر أثناء حكم الدولة العثمانية، وأمر إنها تكون أمام مدخل قصر الحاكم مباشرة في ساحة كبيرة ويقدر يشرب منها كل رعاية الدولة والمواطنين كدليل على الرخاء ورحمة الحكام بالشعب. وهي من أقدم المشربيات الموجودة في إسطنبول، ومكان المشربية هو من ضمن الأماكن الساحرة لالتقاط الصور خاصة في الصباح، لأنه بيعطي خلفية أكتر من رائعة لآيا صوفيا مع جمال الألوان الخارجية لجدران آيا صوفيا. ودلوقتي بعد ما خلصنا جولتنا عند السلطان أحمد هنروح لمنترسة جولهانا. خليكم معنا. طبعا وانت ماشي هتلاقي جنب منك الترام، في نفس الوقت الشارع ده مليان بازارات كتيرة جدا ومحلات انتيكات كويسة، فهتستمتع في جولتك ان شاء الله في منطقة السلطان أحمد وآيا صوفيا. وبعد جولة يوم طويل جه وقت الاسترخاء ليك والأفراد أسرتك في أكبر متنزه في إسطنبول كلها، أحلى مكان لأطفالك يقدروا يلعبوا فيه، بالإضافة إننا هناخد أحلى وجبة غداء في مطاعم البلدية واللي بتكون أسعارها مدعومة سياحيا. وحديقة جولهانا بارك هي أقدم متنزه داخل إسطنبول، وكان في يوم من الأيام هو جزء من القصر الحاكم توبيكابي، حتى إن المتنزه ملاصق تماما للقصر، وموجود أكبر بوابات قصر توبيكابي موجودة داخل جولهانا بارك. وفي خلال جولتنا بنزور متنزه جولهاني بارك اللي موجود جنب مسجد السلطان أحمد ومسجد آيا صوفيا، وهو يعتبر من أجمل وأكبر المتنزهات اللي موجودة في إسطنبول. المتنزه جميل جدا يا جماعة، ويحتوي على مجموعة من الأزهار اللي تعتبر نادرة جدا، بالإضافة لمجموعة من الأشجار اللي تفوق عمرها فوق 500 سنة. المنتزه يعتبر مجاني ويعتبر جميل جدا، ويعتبر من توب ديستنيشن اللي انت لازم تزوره أثناء جولتك لجامع السلطان أحمد ومسجد آيا صوفيا. خلينا أفرجكم المنتزه شكله عامل ازاي. وحديقة جولهانا بتكون مفتوحة يوميا لحد الساعة 10:30 بالمساء، ولكن أفضل وقت لزيارة المنتزه هو بعد العصر علشان تقدر تتمتع بالأجواء، ويكون كل المزارات مفتوحة داخل المنتزه، وتقدر تستمتع بغروب الشمس في المنتزه أو في حديقة البسفور. المكان جميل جدا يا جماعة وهادي جدا، ويعتبر مناسب جدا للعائلات. في أماكن ليه مناطق ليه ألعاب الأطفال موجودة كتير هنا، بالإضافة لمجموعة من المطاعم، يعني تقدر تقضي وقت جميل جدا في مطاعم هنا في الخلف. ممكن ان انت تيجي تقضي وقت جميل جدا داخل المنتزه أثناء زيارتك لمنطقة السلطان أحمد وآيا صوفيا. والأجواء بتكون جميلة جدا يا جماعة في جولهانا بارك، حتى معاملة المواطنين الأتراك بتكون هادية، ولكن أحلى شيء هو خدمة مطاعم البلدية، مكان نظيف وإطلالة ساحرة، وأسعاره تقريبا 150 ليرة للفرد على حسب الاستهلاك. ولو عايز تسالي أثناء جولة السير هتلاقي عربيات الدولمة والصميت موجودة أمام بوابات الدخول، أسعارها مناسبة وتقدر تشتري منها. ولكن بعد يوم طويل لا شيء يضاهي جمال غروب الشمس على البسفور في حديقة سراي بورونو، مع إطلالة لا نهائية على مياه البحر الأسود. وفي منطقة السلطان أحمد يا جماعة كل الخدمات موجودة هنا، إذا كان أكل أو شرب أو مطاعم هتلاقي كل حاجة هتحتاجها، وهي منطقة سياحية جميلة جدا فيها أكتر من معلم سياحي. في كل مكان هتلاقي فيه معلم سياحي، والمنطقة متأمنة تأمين عالي قوي، في كل مكان هتلاقي فيه ضابط شرطة أو دورية شرطة، فهتاخد راحتك على الآخر جدا. وفي نهاية حلقتنا اوعى تنسى تعمل لايك وشير لفيديو هنا، وتشاركوا مع كل أصدقائك اللي حابين ييجوا إسطنبول في الأيام ديت في السيزون 2024. ولو عندك اي استفسار ممكن تسيب تعليقك في الكومنتات، وانت عارفين ان انا برد على الكومنتات كلها. وانتظروني في جولة جديدة ان شاء الله. سلام.